السلام عليكم أينما كنتم متابعي برنامج كورة، مشاهدي قناة الفرات ومستمعيها عبر الأف أم. هذه تحيتي علي سالم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة سيكون ضيوفي فيها الكابتن بهاء كاظم مدرب شباب الطلبة. مرحبا بك كابتن. أهلا وسهلا كابتن، بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر قناة الفرات ونشكر كابتن علي على هالاستضافة ونشكر كابتن عادل. حياك الله الكابتن عادل عبد الله مدرب شباب الحسين. حياك الله كابتن علي حبيبي وحيا قناة الفرات. الله يحفظكم. راح نتحدث بالتأكيد مشاهدينا الأكارم عن دور الشباب بعد غياب مستمر يعود إلى الواجهة، لكن يعود بصورة مشوشة. قبل أن نشاهد هذه المتابعة، وزير الشباب والرياضة يعلن عن موعد افتتاح بعض الملاعب، نشاهد. الكركوك سيكون جاهز بعد أسابيع، وكذلك العزيزية هو جاهز، بقى فقط التارتان. الزوراء احنا على الموعد، بس شوية أنا دا أضغط على الشركة يعني. وحقيقة بعض الشباب خلونا نعطيكم إياها للفرات، هاي خطاب الشباب الزوراء، يقولون ليش تعطي موعد قريب؟ إذا ما تعطي موعد قريب يعني خلي الشركة تشتغل بكيفها، خلي الشركات تشتغل بكيفها. طريقتي بالعمل مع الشركات أن أحدد الكذا، لكن أضغط الوقت حتى وإن تأخر شهر 20 يوم شهرين، بس المهم أن يكون أكو عمل كبير. فالزوراء الآن عمل بكلش كبير. لحد يوم أول أمس شبابنا في إيران كانوا معمل صناعة الهيكل، مفروض بعد تقريباً أسبوعين تبدي المحمولة الأولى من الهيكل الحديدي اللي هو فشيء جداً ضخم. كراسي وصلت، أمور أخرى كثيرة وصلت، والعمل كلش كبير. المهم هذا الزوراء، وعندنا الحبيبية طبعاً هالسنة ما راح، أكيد ما راح نقدر، على السنة الجاية إن شاء الله يكون الحبيبية والقاعة 7000. أتوقع ملعب الديوانية أيضاً هسه بسرعة عمل. عندنا ملعب خفيفوت نشوف شباب يقولون يعني، عندنا الحمد لله ملعب عمو بابا ايضا جيد. انا باعتقادي اذا الوزاره استمرت بهذا العطاء هسه بوجودي او حتى يعني تدمر تغيير حكومي وبغير وجودي، اذا استمرت هذه الوزاره بهذا العطاء وهذا النوع من المتابعه والعمل، فاكيد العام القادم مو اقل من 7-8 ملاعب تنفتح وقاعات في المحافظات. راح تبقى عندنا المحافظة الوحيدة اللي بيها مشكلة كبيرة هي محافظة الأنبار، وإلا الموصل إن شاء الله أيام قريبة ويبدأ العمل إن شاء الله. أنا راح أحضر قبل ما أغادر الوزارة، تعود الشركة يستأنف العمل، وكذلك ذي قار. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأكارم. نبدأ محور كرة، والبداية منك كابتن بها. نتحدث عن دوري الشباب عادة بعد غياب، لكن العودة لم تكن بالصورة الموفقة، ولا نعرف ما هي الأسباب، لكن وكأنما وجود الدوري العراقي للشباب إسقاط فرض. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا نتمنى هذا اللقاء من قناة الفرات، كنا نتمنى كل القنوات انه تحضر وتشاهد انه الدوري للفئات العمرية ليش من متأخر فترة طويلة. هاي تعرف انت تقل التأخير، هذا السبب هو الاتحاد، انه انت تعرف تعمل الاندية تعمل رسمة الاتحاد. احنا هو الاتحاد انه يقرر، واضافه صارت عندنا الامور شويه صعبه بالفئات العمريه، انه صارت عندنا اشاعات خارجيه وداخليه في شغله التزوير. تعرف لجنه المسابقات هم تتامل، واحنا هم بين حاله الانضباط وبين حاله فلان وبين حاله التاخر هذا، واضافه حتى المواليد اللي قاعد تنتهي بدون ما تلعب بالدوري الشباب. احنا كنا نتمنى انه يكون احنا تقريبا 10 فرق في دوري بغداد، احنا نلعب يمكن اقل من 10 فرق. كرخ بعد فريق ما مشارك في دور الشباب. وثاني شيء شغله المجموعات، انت تعرف شغله المجموعات شغلات صعبه، ما توصل للمواهب اللي انت عندك. وثاني فقدان الملاعب، احنا كنا نتمنى من الاتحاد انه يعزم في دوري فئات العمريه على مود تبني قاعده اساسيه للمنتخب الوطني وحتى للانديه انه تغير منهاج كره القدم. جيد، الاتحاد مقصر اكيد، لكن الأندية بعض الأندية مشاركة لمجرد المشاركة كابتن. هي الأندية ما مهتمة بالفئات العمرية، تتحدث عن الكرخ ما مشارك، الكرخ نائب رئيس اتحاد ما مهتم بدور الشباب. وإحنا ليش نقول إحنا صار لنا سنتين إحنا نعاني من دور الشباب، نعاني من معاناة وهواي معاناة، ولا تضافة إنه أنت كل الأندية يمكن إحنا اللي الطلبة ويمكن نادي الحسين اللي أقل جهد. أنا سأحكي لك واقع حال، إحنا من 2010 لحد هذا الوقت بدون راتب نعمل الفئات العمرية كل. راح أتحدث بالجنب المالية وأنا خالي لها وقت، لكن شنو بعد النقاط السلبية اللي مشخصيها غير التزوير وهذه التفاصيل على دورينا؟
خضت مباريات الحسين متصدر لمجموعته والطلبة متصدر لمجموعته، شنو النقاط اللي سجلتوها سلبية بالدوري كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي استاذ علي، انت تعرف ما يقارب لعبنا 8 مباريات، أسوأ شيء عانينا بالدوري هو الحكام. جيد، ما اجامل حقيقي، لكن كابتن بها يعرف أسوأ شيء يجيبوننا حكام، يعني دوري اشبال ما نعطيهم يحكموا. انت انطيهم يحكمون دوري شباب؟ ما يصير هذا الشيء. انت هذا الشاب، هذا شلون انا اوصل الفكره لهذا الشاب اخليه يكون بالصوره الصحيحه؟ اجيب له حكم، والله ما تدي يوم حكم منه ما اذكر اسم الحكم، انطى لي لاعب دارين نفس اللعبه بنفس المباراه وما طرده. شلون صار؟ اي والله ثق بالله، احنا والكهرباء المباراه الاولى انذارين انطى لي لاعب الكهرباء لاعب انا لاعبك لاعبي انا انذارين وما طرد اللاعب. زين، طيب حالة انت سويت؟ انا خاف من يمك. سكتت؟ اي والله سكتت. دق ضربة جزاء وانطان دار، وقبل فترة ماخذ انذار. دق ضربة جزاء علينا وانطان دار. وهو عنده انذار؟ هو عنده انذار. ما طرده. يعني شلون انا اثق بهاي الحكام يحكمون؟ زين، الفريق انت انا مصدر. فريقك وسكتت، الفريق الخصم ما يدري. ما منتبهين. اهم يسكت انه ثنائي اعضاء الاتحاد. اي سكتوا. كهرباء ودول. لا المشكله شنو استاذ علي؟ المشكله احنا نريد حكام. مرات انا اودي المشرف الفريق ومدربين لي وياي اقول لهم يا بج حكام شوي. كل لعبه القوة، احنا القوة الجويه جابوا لنا حكم يحكم دوري درجه اولى، احنا والقوة الجويه والباقي الحكام لا. زين، شنو نظام الحكام بدور الشباب؟ يعني تطوهم اجور من الانديه؟ اجور. اي اجور كل مباراه تاخذهم اجور. كل فريق 75 150 للفريق ولا مو بالطموح استاذ علي، هي مو بالطموح بس مشي الحال. نوبات كابتن، احنا الحكام اللي يحكمونا تختلف عن حكام الحكام. انا حكم لضياء جنديل، حلو، المباراه الزوراء كنت تعرف اكو مباراه بها تحصيل حاصل، بس هم اكو اللي يقصد عليهم اكو حكام شباب بعدهم صغار. احنا اولا القصور، انا ليش اقول لك من الاتحاد، انت لا تعمل دوري منظم، اول ما تخلي المنشآت انه الحرس دائما دار الملعب انه هو يصير مشاكل. اثنين تعرف الجمهور، معظم الجمهور يمكن كابتن عادل شافه يطب للملعب كيف باللي عجبه صارت. هم يحضر جمهور لدوري الشباب؟ اي والله اكثر من اكو انديه اللي ما تجمع الجماهيريه. لو تجي وتشوف انا هسه يمكن عندي بتليفوني اكو، لو تدخل عينه جمهور بحاضر. ثاني شيء جمهور تدش يحضر كابتن، اول شيء انت عندك اشبال وناشين، ابو حسين نفس الحال عنده اشبال وناشين، هذا يتواجد، ابهاتهم تتواجد، كلها تتابع جهالهم، وتعرف فتره انه ماكو دراسه وعطله كلها تجي. بس المشكله احنا شو هذا جمهور النادي الام نفسه اللي يشجع الاول يجي للشباب نفسه هو؟ اها، لو معارف واقارب اللاعبين. لا نفسه هو الرابطه مالتنا نفسها حتى من زين. دخولهم مجانا؟ مجانا دخول، مجانا انه دخولهم وجيتهم حتى قبل التمرين يجون يعرفون انسام اللاعبين لاعب يوصلون اخبار للمدربين، يوصلون اخبار للاداره، شفنا فلان لاعب يستاهل يلعب، هاي موجوده يعني عندنا. نفس الشيء الحسين هم استاذ علي بالضبط، هم الاوتراس تحضر مبارياتنا حقيقه. هضيمه دوري بجمهور، دوري شباب وبي جمهور وما مهتمين بيه كابتن. كابتن احنا شنو احنا طالبنا، وحتى من هسه من منبر مالكم قناة الفرات، أتمنى من لجنة المسابقات مثل ما كان بالنظام السابق. أنا كنت ألعب كرة قدم، كنت ألعب شباب الجوية وناشين الجوية، وصلت للشباب ألعب قبل الأول على مود أوصل. أنا طموحي شنو طموحي؟ أنا طموحي أنه أوصل أمثل الفريق الأول ومثل معظم الأندية المنتخبات الشباب والناشين. أنت ليش صارت عندك قاعدة التزوير؟ ليش صارت عندك لاعب هسه تشوف أنت هالموسم يمكن يا سيد الكابتن هذا الموسم ليش اتجهوا للناشئين وللشباب الانديه؟ انا واحد من الناس، 3 لاعبين عندي منتخب شباب، ابو الجويه هاي السنه هو ما صعد، 6 لاعبين عنده في من عد قحطان كثير. ليش احنا من قبل كنا نهتم بالفئات العمريه ما حصل اللي حصل؟ حاليا عندك 3 لاعبين؟ 3 لاعبين بالمنتخب. بالمنتخب كم لاعب عندك بالمنتخب؟ والله استاذ علي انا احتب على الكادر التدريبي المنتخب الشباب حقيقه، ونشرته انا على صفحاتنا الشخصيه. فريق متصدر يعني بطوله، كنت كابتن بها يعرف بطوله نظمها بغداد اذا تتذكرون. زين، يعني انت تروح تاخذ من بطوله وديه وتجي الدور ما تتابعه؟ اها، يصير يعني
انا عندي لاعبين يحقون يستحقون يروحون. كابتن اللي بالبطوله اشتركت؟ لا ما اشتركت. لا ما اشترك بالبطوله، كان الوقت اللي بيه كابتن قحطان كثير بهاي البطوله كانوا متواجدين، صارت من قبل ما بالدوري من كان موجود، هو بالبطوله كان متواجد وهي صارت انه زين. هسه كابتن بهاء ما قحطان ما يقول من مصدر دوري الشباب حاليا، من تاهل يعني ما يروح يتابع؟ لا غريب تقول لي انا مصدر مجموعه ما عندك ولا لاعب بالمنتخب. لا ولا لاعب منتخب. ليش؟ انا اتكلم ويا سيد حسين ما يحكي وياي يعني. اتراسل وياه ما يتراسل وياي يعني. اقول له بابا سيد حسين سيد مساعد الكابتن قحطان اي مدرب الحراس، اقول له سيد تعالوا شوفوا فريقي. انا اللاعبين انا عندي لاعبين جيدين، لاعبين المنتخب اللي انا شفت لهم، لاعبين المنتخب كلها من الانديه اللي احنا الاند هسه بالشباب صح. هذا هاي كابتن بهاء، هاي صوره جيده احنا هسه حاليا بس صناعات. بس الحسين كابتن احنا شاركنا ببطوله سوا تنشيطيه، كابتن ابراهيم سالم نظمها ببغداد ما اشترك بها الحسين. الحسين ما اشترك بها ولذلك ما شايف لاعبين، ما شايف لاعبين. لكن السبب الاخر واللي انا اعرفه من خلال مصادرنا انه نادي الحسين وفريقك تحديدا يا كابتن عادل هو يبي لاعبين تزوير. ليش الزوير؟ انا هسه راح اقول لك على التزوير. هسه انا مدرب يجيب لي اللاعب بطاقه موحده، شنو دليله علي يعني؟ اروح للنفوس. للنفوس زين. انا رحت للمدير، انا اشكر حقيقه من قناتكم ساعدني ابو سوق الثلاثاء، الرجال ساعد مشى وياي للضباط كل الاوليات خذتهم مع اللاعبين. حلو. دقيت الاغلب اللاعبين انا قبل المباراه مطلع سبع، قبل الدوري العفو مطلع سبع لاعبين. بس سبع لاعبين وين هذا تشكر علي راح واجب الكابتن؟ لا لا انا واجب هذا، انا اريد انت مدرب، انا اريد المدير الاداري لفريقك هو يروح. انا اريد بعيني اشاهد. اها. انا اريد بعيني اشاهد على مود اطمئن، ليطمئن قلبي. حلو. انا اريد اروح للنفوس بعيني. سبع لاعبين انا مطلع، بس اكو مشكله، الشارع الرياضي ما يعرف الحسين صار له سنه وثمان تشرع عند فريق شبابي. هذول عندي سنه الا ما يقارب اربع خمس لاعبين، انا اول فريق عاد. نفس الفريق سنه وثمان تشرع؟ هي اغلب اللاعبين يعني عبرت مواليدهم. لا لا صغار انا جايبهم للامانه. انا النوع ادور كم أتسار. فريق اشتكى عليك بالدوري؟ بس فريق واحد هو القوه الجويه. القوه الجويه والكهرباء اشتكوا؟ لا لا الكهرباء لا ما اشتكوا علي. يا لاعب ما مشتكوا على اي لاعب. لا شلون؟ بس اللي سبع عندك اللي طلعوا طلعتهم طلعت سبع، وين رحلوا هذول السبعه؟ والله انا اعرف بيهم راحوا الانديه. الانديه اللي بمجموعتي. اها. انت تعرف يعني هذا؟ لا لي مجموعتي تزوير. ايوه طلعتهم سبع لاعبين. سبع لاعبين ما يقارب راحوا لغير انديه، انا ما خليتهم لان انا عاهدت ما بقى. ويدري استاذ كامل صغير بهذا الشيء، قلت له انا ما عندي تزوير، بس انا المشكله عندي اجسام سعد علي. اكو مشكله، اكو بعض المدربين عتب عليهم، يروح يشوف مثلا جسم كابتن بهاء يعرف يعني مو اليوم البارحه بهذا الشيء. اذا نشوف جسم مثلا ومواليد 99 شنو ذا؟ غير عندكم فحص رنيني لو ما عندكم؟ لا لا ما عندنا فحص، احنا مجرد نروح للنفوس. انت ما طول واثق من لاعبينكم، ماخذ بطاقه توحيل. اي واحد شو يريد يسوي المقابل خليه يسوي. انا كاظم فلي مباراتنا الاخيره احنا اجسام انه جسمه ما جسمه كل انا احكي مستمسكات شعلي. انا عندي خلي اي مستمسكات رسميه. لا سعد علي اكو مدربين انا مدرب غلبته ذهاب واياب يصيح شنو ذول الاجسام. كم لاعب عندك يستحق يلعب منتخب تحسه مظلوم؟ والله ثلاث لاعبين. ثلاثة مثل المنتخب بس. ليش ما تحجون؟ حكيت وتكلمت ولحد هاي اللحظة أنا عتب على المدربين منتخب شباب. يقول تعال شوف عندي قحطان مسوي بطولة ويحضر للدورة ويشوف اللاعبين، فأكيد شايف لاعب. لا كابتن قحطان محترماته يروح للفرق الجماهيرية. عندكم هسه لاعب، عندكم لاعب بالدرجة اللي بالمنتخب بس ما يجي للحسين. ليش؟ عندكم لاعب بالمنتخب هسه قحطان. طبعا عين صغيرة محترماته. عندكم لاعب بالفريق الحسين بالفريق الأول. بالفريق الأول سحبه هسه يرجع من المعسكر راح يدخل وياهم. لعبوا ضد الحسين قبل لا يسافر بيومين. لا رجع كابتن بها. لا هسه راح مرجعه اكو سامي رايحه للسفره. جيد حتى لا يصير الموضوع طرف واحد. شباب الطلبه كم لاعب بهم تزوير؟ عندكم تزوير ما عندكم؟ لا الحمد لله اشكر احنا ما عندنا تزوير. ماكو. كابتن اللي التزوير ممكن حكي به كابتن مطلق فيه. اكو مدربين يصممون نفسهم للتزوير. انا صار لي 22 سنه 21 سنه في فئات العمريه. زين. من هذاك اليوم حتى هذا اليوم ما عندي انا تزوير. ولا واحد طلع بمكان او بالاتحاد او اعترض علي وقال لي هذا نادي الطلبه عنده تزوير حتى بالناشين اللي عندنا وبالاشبال. كم واحد مشتكي عليكم بالدوري؟ احنا ما عندنا لا واحد. ولا واحد مقدم شكوى؟ ابد. وهنا الفرق، ليش القوه الجويه مقدمين شكوى لعد على القوه الجويه؟ انا بين لك فد مساله. ماكو شيء من غير انا بين لك فد مساله، اكو لاعب كان يلعب بناشئين القوه الجويه، هذا اللاعب عنده جواز 2002. زين. فشو مسوي الجواز؟
الجواز ذاك الوقت بأي جنسية، يمكن بها يعرف ذاك الوقت 2007 و8 الجواز يطلع بأي جنسية سعد علي، بأي جنسية يطلع عدة جنسية 2002 ما أدري 2001 مقدمها إلما للاتحاد، فهاي الجنسية مو صح، هو الأصلي مات 2000 الرسمي 2000، فمن أنطى احترضوا علي ذاك الوقت الناشئين فحرموه على مضوء الجنسية المنطيها، بس هو يا مواليد هو 2000 يستحق يلعب دوري، فأنا ما طمنيت، أنا بعدت اللاعب قبل الانطلاق الدوري، قلت له بابا أنت محترضين عليك، أوجه تحية الحجي باسم كاظم، قال لي عين هذا محترضين علي اللاعب العام، فقلت له شنو الدليل، أنا أعطيكم الدليل مالته، قال لي جيب له موحدة، والله العظيم رحت أنا بنفسي الله يشهد عليه كابتن بهاء رحت طلعت له موحدة حلو بنفسي، وهاي موحدة موجودة، قبل أيام اتصلوا بي الاتحاد قالوا أريد موحدة، تزيت الموحدة له، أكو السنساخي له قالوا لا أريد الأصلية كابتن مساعة، قلت لك أنت ما طول مسيطر على وضعك، لا مالك شغله بفلان قال لي وفلان قال لي، انت وفريقك انت حاسس كابتن بهاء مو اكو مسألة، وانت نوبات شوف كابتن علي ما ادري عنده علم ما ادري بس مره خصتك كابتن بهاء، اكو مدربين ما نجحوا هم يدورون، اكو مدربين ما نجحوا اسماهم كابتن علي ما نجحوا قامت الدنيا وقعدت، ليش يعني هذا واقع حال كابتن. الطلبه اجتهدوا الصدر كابتن الحسين اجتهدوا الصدر زين، بالمقابل انت قدمت اعتراض على تزوير احد الفرق اللي بمجموعتك لو ما مقدم، لا انا كلها غالبه شلون اقدم اعتراض، حلو الطلبه مقدم اعتراض لا ما مقدم اعتراض، ليش معلوماتنا تقول الصناعات الكهربائيه الكابتن بهارات يقدم اعتراض عليهم، شنو اللي تغير وسحبت اعتراضك كابتن؟ ولا تقول لي ما عندهم لاعبين تزوير، لا كابتن بس انا الشهاده احكي لك واقع حال اللي عجبني اللي عجبني بس فريق الحدود عجبني، راح نجي لفريق الحدود قل لي الصناعات الكهربائية ليش صناعات الكهربائية كابتن سحبت، انا رايح احترض سحبت الاعتراض انه شلون بنقول بيناتنا ملح وزاد وبين لاعبين، واتمنى خاطري لا تستكي اتمنى من كل الانديه ليس الصناعات الكهربائية اتمنى كل الانديه وبداته لازم الاداره توضع اشخاص مناسبه واشخاص لها فعل، مثل اسانا شوف احنا اثنين بالاداره عندنا موجودين واثق اسود وكابتن حسين جيد اثنين مخليهم كابتن واثق اسود وكابتن حسين هذول اثنين اعضاء هيئه اداريه بنادي الطلبه يجون يوقعوننا ويبصمونا على التزوير، واضافه يجيب ولي امر اللاعب، يجي ولي امر اللاعب عندنا لا بسفره ولا بطوله ولا نروح الأسى لا نروح يتعهد ويكتب هذا ابنك اسمه فلان يجيب جنسيته زين جنسية أبوه جنسيته انطابقن اثنيناتهم يا بكتب لنا خط تعهد عليك واحدة اثنين ثلاث الاتحاد راح يحرمني المدرب بس النادي ما يحرمني زين، أنت بالمقابل كابتن بها صار لك 22 سنة بالفئات العمرية وعامل وهذه التفاصيل وتشوف أكو لاعب مزور بالصناعات الكهربائية يصير الخواطر ترجعك، مو إحنا هيك ما راح نقضي على آفة التزوير، ما تقضي ليش؟ اكو نوبات يلعب ضدك فريق 11 لاعب تزوير مو لاعب 11 لاعب وانا شاهدتها مرور الايام، مثلا شلون تعقيبي على الكابتن انا افهم معنات بس اكو معنى مع اللي بقلبه هو انا فهمه ابو الجويه انه هاي السنه هو ما صعد هو وزع فريقه 6 منتخب شباب العراق 6 مو 1 و2 6 2 4 لاعبين هم رحلوا ظل احتياطي انه يقول لك اني ابحث الى القى انا سجد اقول له انت لا مسيطر لا مالك شغل بغيرك انت مسيطر هذاك الاتحاد موجود روح يشتكي ادفع 250 انت لازم تدفع 250 ادفع 250 لا هو عنده خلي يدفع 250 خلي يشتكي عليه وانا قلبه بارد اكو لاعبين عندك صار لهم 8 سنوات وهسه بعدهم يلعبون دوري الشباب موجودين لعبوا ضدي واحده من اللعبات لعبوا ضدي هذا الدوري اي هذا الدوري 8 سنوات قبل 8 سنوات هو يلعب الكابتن اي ورقمه 30 هذا ما يكبر كاس لا ما يكبر هالقد ما سلم علي يعرفني ما سلم عليك اي يعرفني علاقه بيناتنا تربطنا زين وهذا الميت اللي ايضا لاعب هذا الميت ميت سالته قلت يا لهد انا هيك والله على راسي ام تحياتي الحجي قيس وباسم ولجت المسابقات اللي ورا الكواريس والله انه صادق و وشهار صباح وصباح وسعد يعملون حقيقة والله كابتن إيش قد ما يعملون من جازيهم ويعرفون كل شيء موجود يعرفون خلنا نرجع لللاعب الميت شنو هذا اللاعب الميت هسألك أنتم يا بيال هداف ما مو عندي واحد مقول هواي بركة ندفع على الأول
سألت قال يابا اكو واحد ميت وعدل وهو صار هداف، يا هداف مالك صار يعني ميت وعدل ميت احتياط يلعب باسم اخوه. اها وهي قضية اللي يلعب باسم اخوه ايضا مشكلة، شلون تعالجها كابتن؟ مشكلة يا استاذ علي، انا جيت اسمي علي والعب باسم حيدر، شلون تعرفني؟ ما اقدر، ما اقدر انا اقول لك كابتن اطلع هذا الشيء يعني على المدربين وعلى لجنة المسابقات انه يجيبون اولياء ابهاتهم. وشنو الابي كيف ابنه يلعب؟ ما راح يعترف على مني يجيبه، خليه يجيب لي اياه، انا خليه يجيبه، خليه كيف ابنه يلعب. أيه. خليه يجيب لي اياه. وانت ليش؟ انا واحد من الناس صارت بيه. شلون؟ انا صارت بيه ب 2008 رحت دقيتهم، كنت تعرفون اهم اللاعب. دقيت علي الباب حسام القريزي الناعي. دقيت الباب قلت لهم يا با وين مال، هو واحد من اسمه مالك وحسام. قلت لهم يا با وين مالك؟ صح ولا مالك؟ طلع حسام. هاي ب 2007 قلت له مو قلت له مالك، اريد مالك. طلع لي اخوه حسام، ما ادري ضاع حتى حسام وياه ضاع. رجع قلت له تعال كابتن خلينا نسجل قبل انه ب 2006 2007 زين امتحانات الحسام القريز انه قلت له عمي صاير صير. وبالتالي شلون نقضي على التزوير؟ تقضي كابتن، تقضي على التزوير من تبني منهاج دوري صحيح، من تبني بس منهاج دوري صحيح. نظري انا هسه هو اختلاف كابتن بهاء، وجهه نظري انا هسه اكو فشيء يعني هالسنه مو مثل اول عام، العام هو لهالسنه غير الاف حج قيس يطلع بالاعلام يوصل عدد المزورين الى 622 كابتن بهاء 622 فقط 10 فرق. انا ما اريد ان تقص حق الدرجه الاولى، اغلب الفرق الدرجه الاولى. لا كابتن للامانه كابتن مو الدرجه الاولى، احنا حتى من بدا الدوري مالتنا عندنا، احنا بس عندنا من بدا الدوري مالتنا تاخر اكثر من شهر ونص. من بدا الدوري مالتنا على الجرودات، هو على الجرودات يجيبون يجيبها يجيب له 30 اسم يقول له سبعه مو التأخر وين صار؟ أنا عندي علم بي التأخر وين صار؟ التأخر هنا صار على الموحدات، أغلب لاعبين الزوراء طلعوا موحدة، هذه الموحدة بعشرة أيام لا تطلع. كابتن الله حتى الاتحاد بنفسه مل من شغلة التزوير، حتى الاتحاد شوف هسا ايش قد احنا مثل نقول الاتحاد، حتى الاتحاد مل من شغلة التزوير، انه احنا المدربين لازم يصير لنا شارة لازم. أنا قضية قضية الاتحاد لو المدربين هم اللي يزورون. إيه أنا أحكي لك. زملائكم ما يزورون. لا لا سالفة. أنا أحكي لك. لا تقول الرئيس نادي أو أعضاء إدارة، لا هو المدرب. المدرب يزور. المدرب يمه المدرب. يريد يحقق الإنجاز حتى يسمي روحه إنه أنا صاحب إنجاز. المدرب. كابتن. كابتن بهايروف أنا لاعب طلعته، أعتقد هو لاعب ضده. أنا ما أردت اللاعب ولاعب جيد. ما تقضي أول ما تقضي على المدربين يلا تبدي أنت تسوي من هذا. انت كابتن انت توقع وتبصم قدام الاداره اوكي جيد. خلينا نشوف فقره السيرفي اراء الصحفيين بهذا الموضوع ولا نعوده. الحقيقه دوري الشباب لقى مظلوميه بالسنوات الماضيه باعتبار انه دوري مهم وهو رافد للمنتخبات الوطنيه واتحاد كره القدم ولجنه المسابقات تحديدا كانت مهمله لهذا الدوري المهم. انا اعتقد اعاده دوري الشباب هو خطوه بالاتجاه الصحيح لتصحيح مسار كره القدم بالعراق. نتمنى أن يكون الموسم الحالي موسم دوري الشباب هو إعادة لدور الفئات العمرية بصورة عامة. الجميع طالب بانطلاق دوري الفئات العمرية من الأشبال الناشئين إلى الشباب، واليوم شاهدنا انطلاق هناك بعض الدوريات الفئات العمرية، لكن التزوير أخر نوعا ما من انطلاق الدوري، لكن الحمد لله بدأ الدوري وشاهدنا بعض المباريات والصناعات والطلبة. الصراحة نحن كصحفيين لاحظنا في السنوات الأخيرة عدم اهتمام كبير بالفئات العمرية خصوصا من الأندية والاتحادات والأولمبية، ماكو أي اهتمام بالفئات العمرية، لذلك لاحظنا أنه الدوريات أصبحت ضعيفة، الأندية أصبحت ضعيفة، المنتخبات أصبحت ضعيفة بالعكس من كانت في ذلك الوقت. منتخباتنا وأنديتنا ودورياتنا كانت من أقوى الدوريات بالمنطقة، من أقوى المنتخبات في المنطقة، نفوز على أقوى الفرق بالمنطقة، حاليا أضعف الفرق نخسر أمامها. هذا يأتي لعدم وجود اهتمام بالفئات العمرية، عدم وجود بالمواهب اللي تبرز من المجتمع العراقي. شكرا لجميع المتحدثين، وأعود بالسؤال عن آلية تنظيم الدوري. كابتن فريقكم تصدر هذه المجموعة بجدارة، من الثاني؟ الثاني كابتن بقت هنا شوف مساحه هنا بالخواطر. الحدود احترض على الزوراء، احترض على الزوراء ابو الحدود لجنه الانضباط خسروا الزوراء، لقوا هذا اللاعب تزوير جيد. بعدين اداره الحدود سحبت
الشكوى بعد ان اكتشفوا كل لاعب مزور، اكتشفوا ولجنه الانضباط قررت. حلو. قررت لجنه الانضباط، انا قريتها على معرض كره وقريتها بكل مكان وسائل. بعد ليش سحبوا الشكوى؟ سحبوا الشكوى هم الخاطر والخاطرك، هاي المشكله. اكو احتراف ثاني مباراه بين الصناعات والزوراء للدقيقه يمكن 70 71 5 اي دقائق زين، صارت مشاجره. المشاجره ليس ويا الزوراء، مع الحكم ولاعبين يمكن الصناعات زين، توقفت هاي الامر. اكو احتراف بين البغداد والزوراء، اكو احتراف، ظل المقعد الثاني احتمال، فصايرة دول مشتكين على دول. انا والله علي حسانت يمكن كانت ما يعرف ثلاث انديه هم اصدقاء مدربين، يا هو قال لي قال انا متاهل ويا الطلبه، ابو بغداد يقول انا متاهل، ابو الصناعات يقول انا متاهل. كابتن اللي هي ورقه كلنا نقول حقه يعني، بس النقطه الغريبه بالموضوع وهي رساله لسعد مالح وهذا فريقك الحدود وشبابكم، لما تعترض وتقدم شكوى بلجنه الانضباط وتكسبها وترجع تسحبوها، كون نسال ليش؟ تدري بالموضوع لو ما تدري سعد مالح؟ انت عامل بالاتحاد وعضو اتحاد عراقي، تدري فريقك هيك واصل لمرحله وكاسب ثلاث نقاط من مباراه باقي الانديه؟ السيد علي خلف انت ايضا نائب رئيس لجنه المسابقات، تعرفون الجاي يصير بدوري الشباب؟ هذا الحديث قدامكم، ماخذين راحتكم ومسيطرين دوري الشباب، وسائل الاعلام ما تسولف بيه، ومن سولف تطلع الفضايح وحده بعد وحده. من الثاني في فريقكم مجموعتكم؟ الكهرباء. الكهرباء. الكهرباء ايضا اكو مشاكل وهذه لا لا الحمد لله احنا ما عدنا، بس القوه الجويه محترضين علينا احنا جيد. ما عدنا صعدوا اثنين من مجموعتكم واثنين من المجموعه الاخرى، شلون راح يصير التنظيم؟ تعرفون الاليه؟ والله ما نعرف لحد هاي اللحظه، ما حد يعرف، ما نعرف الاليه. هي الاليه احنا انا اللي اول بالمحضر اللي كنا موجودين يلعب اول باول، اول باول ياخذ دوري، من يفوز ياخذ دوري. أي. بعدين الاليه وصارت توسعت، لا من مصعد اربعه خلاص صعد اول باول واخذ الدوري، هو بعدين توسعت شنو يلعب الاول ويا الثاني، مو هيك هو هذا الاول ويا الثاني، وهسه توسعت بالنسبه لنا، لا تريد تخلي شويه تصير منافسه اثاره بالهذا. هاي الاربع فرق اللي صعدت خلت تلعب دوري جديد. انا وجهه نظري شنو المشكله؟ مو يقول تلعب كابتن بهاء شو يقول هنا؟ يقول ملحق لان اكو دور ب 12 راح يبدي هسه كابتن. شوف انت اكو دور عام كابتن، يقول هاي اي دور عام، ماكو انا اقول لك اياها، ما انا اقول لك اياها، انت لا تتامل بعد فتره، احنا عينا باليوم، احنا عينا احنا خلينا نضبط البيت وبعدين نفكر بالجاي. ترى هي مو صعبه، ترى انا هسه اقول لك يا هو كاس راح يجيبونه ب 25 ويسوي ماكو غيره، لا يجيبون لا يصعدوك انت، انا اجيبه موجود عندهم هواي، لا يصعدوك انت بعد كابتن، انت لا اخذت اول لا انا اخذت اول، انا ما اخذ اول وما اخذ ثاني اربع مرات خمس مرات، ومخرج جيل ما في يوم الاتحاد ذكرني قال هذا مدرب شباب مدرب بالمنتخبات هو الاتحاد. طبعا هاي تصريحاتك من يذكرك؟ ما حد يذكرني لا، مو انت الحق مره ما مريود، انت هسه الحق هسه نبات يقول لك فلان وفلان وفلان، انا في يوم من الايام عندي نهايه انا والزوراء، نهايه لعبناه ملعب الشعب، واحد من الاتحاد جاء قال لي قال لا تاخذ الدوري انت تكون مدرب منتخب، قلت له الله سبحانه وتعالى بس انا واصل نهائي، وحاليا اللاعبين من ضمنهم محترفين بقطر ومن ضمنهم يلعبون بالدوري الممتاز. حلو زين، ما اخذ ضربه الجزاءات ما حالفنا، والدقيقه انا 92 1-0 زين. انت خلال هاي 22 سنه وانت عامل بالفئات العمريه، لا مو نجيب القاعد كابتن، نجيب القاعد، نجيب القاعد، اي نجيب القاعد، هذا يخدمنا، هذا ما يخدم، اجى احد يقيم صاحب الانجاز؟ يباعون على مدربين شباب الانديه منو اللي بيهم زين واجتهد؟ اجي اكابر عليه والله كابتن، اتمنى امنيه ستتصل كابتن شرار النائب بكابتن كامل صغير الا ما قالوا له كابتن بها انظف وانزه وارتب مدرب تعال عاتبني. اي والحكي شنو فايت؟ مسامحك انت هواي، ويقول لك يخرج جيل ويبني. انا والله العظيم هسه لو ادقهم على حج طارق ادق تليفون اقول له انا ما ادز لاعبين الا ما ادزهم الك، من الاخلاق من التربيه من التدريب، نخاف على ولدنا. انت مو بس الظاهر التزوير اكو بعد هواي. منو يقيم عملكم بعيد عن النادي؟ انت شخصيا عملت، احد يقيمك غير مؤسستك اللي تعمل؟ لا والله ما حد يقيمني، ما حد يقيمني. احد خابرك من الاتحاد قال لك يابا انت صاحب؟ انت حتى المؤسسه كابتن، حتى المؤسسه من مطلع حتى استاذ علي ترى شو لك كابتن باه يعني بس قناتكم هسه استضافتنا يا قناة يعني هذا دوري شباب ومصدرين ولعب، ما حد اجى وقال لكم عندنا لاعبين اكو شغله بالطلبه، اذا كان الطلبه واذا كان الحسين واذا كان الحدود واذا كان الكهرب كل الانديه، هم عندنا لاعبين خوش لاعبين يقدرون يمثلون منتخبات وطنيه،
هو اللاعب شاب 18 سنه وين تريد بعد؟ هو هذا وضعه يمثل منتخب وطني. فرق الاوروبا 18 سنه منتخب وطني طبعا. احنا 18 سنه نجهز الناشئين 18 مو كابتن. انت شفت ايش تنقهر؟ هاي المعاناه. بعض المدربين يقول لك انا بالنسبه لي دائما انا بالمنافسه دائما. الطلبه من بديت يمكن كابتن عادل كان يتابعني قبل يصير الحسين وقبلها متابع ويعرف شباب الطلبه من ضمنهم الكادر اللي عنده ولتهم عندي يلعبون كانوا صح ولتهم عندي زين. ليش ما يجيبون احنا مو نقول مدربين اول ولا مدربين ثاني خلي يجيبون مساعد ثالث بالناشئين بالاشبال. احنا نعرف التزوير ونعرف اللاعبين وهذا مشتغل كابتن علي اكو فرق المشتغل بالفئات العمريه الاي والبي والسي كلهم عندك كابتن علي اكو فرق. بعد اربعه عندي بعد اربعه قبل لا تبدي الدورات اللي هنا انا اخذتهم برا خذ وحده بالمانيا وحده بالسويد واثنين مع كابتن زين. بالمقابل المدربين المساعدين منتخبات عندهم شهادات هسه خذوا شنو شهاداتك التدريبيه؟ السي اي استاذ علي اكو شغله اغلب المدربين عندي كابتن سي عندي قديمه قالوا ما تمشي علينا بالجديد اكو لازم اقول لك استاذ علي ويا المحاضرين اللي عندنا اقول لك وين المحاضر دكتور كاظم الربيعي وجه له تعاون دكتور قاسم الازام دكتور كاظم الربيعي قبل فتره ما اخذها هسه عادوها لانه تعرف انت الفتره اللي ما كانت اكو دورات تدريبيه عادوا له هسه قام يدخل ويحاضر كاظم الربيعي مدرب منتخب وطني تجي تقول له شهادتك هاي قديمه روح جددها اي واي كابتن احنا ايش بدنا نحكي ونقول وتطلع يمكن كلام هذا صار طبيعته طبيعي حاله طبيعيه يوم تهيش قلت له هسه قال لك طلع هسه تسال واحد قال لك طلع ساعه ورا ساعه شنو تنسي تعلموا على الحكي اي زين هذا حقنا انت سنوبات احنا ما نعاتب احد هذا حقنا والله قاعد حقنا يسلبوه من عندنا انت الامانه كابتن بهاي حق منا قاعد ينسلب من عندنا انت حقك ليش ما تحكون والله قاعد اتكلم شلون ما اتكلم تكلم لي على ناديك بيش مقصر وياك موفر لك ساحه تتمرن بيها كابتن عادل هو لو ما عندنا ملعب سعد علي ليش مو عندكم ملعب ال5000؟ ملعب 5000 ما صالح اصلا للتدريب يوميا الارضيه شيلها وكلهم قصروا ويانا ما حد قدم لنا بطل مي جلاس مي ما حد قدم لنا يعني الاداره بس دقيقه اداره نادي الحسين توفر نقل للاعبين تعطيك راتب مش قد راتبك بصراحه اني 200 250 والله العظيم راح اقول لك شغله ايه. انا اشتغل لعيون ابو وسام تحيه خاصه للقناه جيد هسه هاي الخواطر احنا انا لعيون ابو وسام بس قل لي تشتغل براتب لو مجانا والله مجانا اها يعني اذا كابتن بهاء مجانا طالبنا مجانا لو كابتن لا هسه جايك ايه. اذا المدرب مجانا فاللاعبين هم مجانا اي مجانا اللاعبين عندنا نقل عندنا سياره تقريبا تاخذنا وتجيبنا هاي بس باللعبه اي بس باللعبه بالتمرين كل من يحير بروحه اغلب اللاعبين خطيه دراجات واحنا من انا من جيب الخاص ساحه وين تتمرن ملعب اي والله عاني لو اقول لك الملعب ملعب ترابي 30 يارد اتدرب بي وانا هسه متصدر وين 30 يارد اتدرب بالملعب ملعب يصير وين المقر 30 يارد تارتان ترابي 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 30 يارد 30 يارد هذا ما اقدر اعبر 30 يارد طلعوا لي اياها الماده شباب واحنا نسولف خلينا نشوف فرقنا وانديتنا اللي نحكي بدور الشباب يتمرن هنا يا سيد كامل صغير ابو وسام تحياتنا لك الحمد لله على السلامه بس هاي طلعه يعني المن نحكي فريقك هنا يتمرن متصدر دوري الشباب بمجموعته في ساحه ترابيه 30 يارد يا كابتن عادل وتجي تقول لي انا الخاطر ابو وسام اسال الخواطر على عيني وراسي بس هذا مو عمل يصنع ماكو ملعب استاذ علي ما عندنا ملعب امي الملعب يا اخي انا ما اعرف لا تقول لي ما عندنا ملعب أغلب فريق مشارك بالدوري مثل ما ياجر لي فريق الاول ياجر للشباب انت الرافد الوحيد للشباب من يمك يصعدون للاول استاذ علي اكو ملاعب اكو انا العام الماضي طوني الماده ويحكي بيها الكابتن عيدوها ما يخالف عندي العام الماضي عندي لاعب من منتخب شباب عندي لاعبين درجه اولى يمكن يضرب سيد موسى هسه بطلبه مو من عندنا من شباب الحسين عندي لاعبين لعبوا درجه اولى ولاعبين من نخبه من شباب الحسين بس انا عندي عمل قاعد اعمل ليش تقبل بهذا الوضع ما اريد هسه سبب تقنعني بيه وتقنع المشاهد انا راح اقنعك ليش تقبل النادي الحسين ما عنده ميزانيه احنا ما مرتبطين بوزاره اغلب الانديه مرتبطه درجة أولى فرق درجة أولى مرتبطة بوزارات. أدري ما عندنا فريق الأول ما عنده مناح ما عنده محلات. لا إحنا ما عندنا أي مورد ما عنده عشان مشارك بالدوري الأول. هو بيع لاعبين. ما يبيع لاعبين. هاي كلها فلوس. هي راح أقول لك شغلة يمكن كابتن بها يعرف. لا ما أريد منك أخذ كلمة تقول لي أكو اعترافك وتقصير من إدارتكم اتجاه فريقك. والله أنا وجهة نظري أنا الإدارة مو مقصرة وياي. مو مقصرة. مطيك 30 ياردة بالأول. ما
ماكو ملعب بالتراب. راح اقول لك شو الاول، تعرف وين يروح يتدرب؟ راتب ما يطول المدرب ما مقصره، ماكو، ما عندنا. شلون يصير التقصير؟ ماكو ما استاذ علي، ماكو ماكو طيب ما يطلعك ابو وسام والله لا لا ابو وسام اقول لك انا راح اقول انا اطلع من نادي الحسين استلم اولى اروح طبيعي ما عندي اشكال. تستاهل بالعكس، انا كنت نادي درجه اولى قالوا تستقيل من نادي الحسين تقدم استقاله تجي تستلم اولى. عماني ما راضي، مره استضافت مدرب ناشئين الصناعه ما راضي يطو 250 استوى درب جواب ما يطوك ولا فلس. زيد خلينا نشوف الكادر والكادر والكادر واللاعبين يدربون بترابيه. خلينا نشوف الطلبه شنو وضعهم بالبدايه، راتب لو بدون كابتن؟ لا بدون راتب، بدون راتب كل الفئات العمريه. ليش؟ عن غير مدرب جاي يعمل، غير ارد احس بثمره جهدي كابتن مو هسه من 2010 من طلع العجيلي لحد هذا يومك تومين ذاتي من قبل رئيس النادي. اها اي والله، انه هسه من تقول على الحسين اقول له يسعد الله، تدري ليش؟ يجور الحكام تقريبا 4 ملايين ونص الفئات العمريه الثلاث. ابو وسام من راتبه؟ من راتبه اي، احنا يدفع رئيس النادي. زين وين تتمرنون؟ نتمرن ملعبنا سم تعبان ملعب ملعبنا شوية ثيل وشوية نقرأ شوية ثيل أمنا علي نص ملعب ما يعطيني كابتن بها تدرب لا عما قدام القناة ومسؤول على كتكلام نادي مفتوح لك شو كتنا الله يخليك الله يسلمك بس على ما يجيك ويوصل لك النقل لا لا هم قريبين قريبين لا قريبين قريبين شو كت ما تتجي بيها لك شو تريد التمرين كم شو كت ما تريد والله لو بالسبوع يوم يعطينيها لا أنطيك يا قدام استاهل بالسبوع ثلاث أيام أربعة أيام الله يخليك ولا ثلاث سبع أيام الله يخليك تعال تمرن الصبح إحنا تعرف عندنا رديف صحيح وعندنا ناشئين على الصبح ما يخدمني لا مو احكي لك واقع مو اوقات ما اقدر مثل انا تعرف انت اقدر اقول لهم فلان شوف فلان شيء صعبه انا مو من قبلي هم اداريه بس انا اقول لك يا شوكت ما تريد احنا منطينا الجنسيه منطينا يمكن تعرف النادي النجده صحيح ومنطينا احنا عندنا اربع فئات ودوري انت انه بالمشكله تلعب اليوم ثاني يوم تلعب اي زين حتى الملعب ما تلحق انه كابتن علي كابتن بهاء انا من قناتكم اشكر ملعب التحدي القائمين على ملعب التحدي زي. اذا يكون فارغ يتصلون بيه كابتن بهاء والله كابتن والله يتصلون بيه كابتن زهراوي لعبه كل يومين ثالث لعبه ثالث لعبه اي يوم واحد ترتاح ايش قد توصل اجور الحكام قلت لي 75 كل فريق 150 150 قصدي مجموعه ايش قد صارن مجموعه يصير 1,200,000 1,200,000 ابو سام دافحن من جيبه الشخصي اي كامل صغير اي عد المشرف الفريق هو يروح للاداره ويمطيه لعب قد راتبه كامل صغير يدفع مليون والله فاضل صغير اخوه هم متورط الرجال اي هم متورط خطيه لا اذا انا ادفع مرات بمليون وكسر اي ايش قد استلم ابو سام اي وعندنا محلات احنا تقريبا اي طلعهن لا لا مو من جيبه الشخصي لا اكو محلات اقول لك المحلات ايش قد عندنا تقريبا بهن بالشهر ثلاث اقل ثلاث ملاعب والله انا من هذا المنبر كم لاعب رفدت للاول مالتكم وين انجازك اذا اردت تعدد لي انا صاحب انجاز عادل عبد الله وين انجازك العام كم لاعب عندك يلعب الدوري الممتاز هسه حاليا لاعبين سيد موسى بطل به يا ربي كابتن بهاء كابتن شباب الحسين زين وعندي لاعب كابتن منتخب شباب العراق علي رعد بس هو قبل يكون عندك كان عندي لا هو من عندي وصلك ورصد لا لا هو كابتن بهاء من عندي ظهر لا لا هو ظهر أي. بالمقابل الطلبه ايش قدر في الدوري الاول وباقي الاندية ولا هو كابتن ما تعرف هو ماكو فرق بين الطلبه والحسين هاي قدام الطلبه نادي مؤسسه لا مو مؤسسه كابتن علي هاي قدامكم انا قدام بهاء كابتن بهاء اذا الله خلانا طيبين والحسين بقى بالنخبه شباب الحسين كل سنه كل سنه ما نقول احنا عش صعبه لا خمس لاعبين ست لاعبين منتخب شباب انا وعدك من قناتكم زين والحسين يكون رقم صعب الشباب انا كفايه عندي احنا سنتين انا كفايه صعب. عندي لاعب واحد مثل الاسيويه محمد علي بنادي القوه الجويه بس هذا الحكي يعني ما اعرف على شنو جاي تراهن اراهن لا يقول لك لاعبيني لا بقى وبالنخبه انه هو يعني شنو عندنا اراهن الشباب الحسين كل سنه يروح نهائي نصف نهائي ليش تزوير لا لا احنا انا كابتن علي انا شو لا راتب لا ساحه أنا أعمل ساحه قاعد. ترابيه لا ملعب شلون اراهن انا شباب الحسين كل موسم الله مبارك فيني كابتن دوري المجموعات دوري المجموعات انا ممارسه اي فريق يصعد فديوم واحد من الانديه لا مو شرط شلون الفريق يصعد لا لا يصعد تدري شلون يصعد فديوم احنا دور المجموعات كابتن دور المجموعات دور الحظ مو دور عام تكسب نقاط
صحيح. مو دور عام يعني يكون اسهل نسبة. يكون اسهل اي اسهل مو انت هسه لو دور مثل دور لكن عام. هي تبين بالدور العام الدور العام هسه انت لا تظهر بي بالدور العام مثلا من مجموعاتكم تجوا مجموعاتنا احنا نصير كم فريق صار 10 فرق جزء ما يصعد الطلبه اول جزء الحسين ما يصعد اول جزء الحدود يصير عنده امل يتقوى الشهاده لله زين انا اريد يعني خلينا نجي نناقش فد قضيه اخرى حكينا بالتزوير حكينا بالمعاناه حكينا بهواي نقاط العمل مع الفرق الشبابية كابتن هم يحتاج خططي وفني وكيفية اللعب وشلون تخلي خطة لو لعب عشوائي يعني بصراحة أشوف دورينا لا. الأول هو اللعب عشوائي فكيف إذا أريد نقارن لا إحنا الدوري الشباب يختلف لازم أنت تمارس الفريق الأول لازم تمارس وجبات طعام كل فريق الأول كامل وجبات طعام سباحة حديد تنزل لياقة بدنية ضعف قوة كل هاي تنطيها كامل إنه أنت جاي تطهين الفريق كولين كامل لا انت بالضيم اذا انت ساحب لا مسويها حديد لا لا انت كابتن مسويها ومنزل عنده ينزل لا انت متابع سويها وتمارين هاي ترى مالي هاي 30 خلى لك اياها صوره هي خلى لك على ترى لا انا عندي قاعده عنده منزل يعني مرتب اموره لا ليش تشتكي كابتن عادل خمس مدربين عنده لا انا عندي كادر شبابي شلون لا ما شاء الله يعني كلهم ببلاش سيت مو لا وكابتن صدق على طار السيت شلون لا اللي عنده طموح كابتن اللي عنده طموح هو انا مو شيء قاعد يمي عنده طموح يريد يوصل عنده طموح ولي وياه هم عنده طموح عندي كادر بالبرنامج انا معلومتي تقول انتوا مختلفين انا مختلفين انا اختلفت بامر يدري هو يعرف انا هاي نعمه البرنامج الصالحه انصحها عندي امر انا هو يعرف لا ما بينك نشان قبل كل شيء هو كان يحضر مباراه الشباب كل يحضر اليا يتابع ويجيني ويقول لي كابتن ترى اكو سلبيات وايجابيات وحده اثنين هو الكابتن كابتن علي وكلهم انه هم يتخلون بنص القلب الله يسلمك يعني جميل. اكو هسه حتى انت كفريق الحسين موجود كابتن يعني فريق ولعب خططي و3 5 2 4 4 كابتن علي اللي يدرب الشباب يعني يدرب اول اها كل شيء بي كابتن كل شيء تشتغل هو الشاب يحكي كابتن بها هو كابتن يحكي ده يلعب ويا الدرجه الاولى هو ده يلعب شباب انا شنو فادتني انا شنو الفاده الحسين خلتني اروح بعيد 4 عندي درجه ولا لعبت اياهم خلتني شجعتني ان عدي فريق اروح بعيد اصليخ المهندسين صليح صعد تهيلي المهندسين صعد تهيلي العدل صعد تهيلي المصلحة 4 فرق أزيد مبارياتي وياهم أنا كل هاي خطط ما يقدر يجازف ضد هذول يدافع وشوكت يهاجم وشوكت يرجع وشوكت يقدم وشوكت ينطي أنا لازم أنا يمكن يدرب كاتبه أنا عندي مسبح بالنادي يعني ماخذين الأول شو ترى مسيطر أقوى من عندي خلنا قاعة مال حديد فقرة الصورة والتعليق شباب اعطوني الصورة الأولى أريد تعليقك كابتن بهاء الملا عبد الخالق واحدة أي واحدة شنو يحارب يشتغل والله لو ينطوا مجال يشتغل بس بواحدة قرار يدور بين هواي الناس طيب مال 11 الأعضاء الآخرين شنو دورهم والله إنسان طيب وراقي زين إنسان طيب وراقي معنى الكلام بس اللي موجودين هواي ناس واي ناس موجودين هاي الوحده بها تفسيرين يا اما هو دكتاتور وقراراته وحده ما يتخذ قرار بوحده والله يا اما هو لا يقدر ياخذ قرار والله كابتن والله انا اخذت قرار بنادي النجده نادي النجده اخذت قرار كلهم وقعتهم اي وانا حاكيها حتى ما اشتركنا وسحبت نفسي وحتى من كابتن مصطفى تحياتي لرئيس نادي النجده والهي الاداريه كل قالوا لي قلت له انا ما هاي السنه ما ادرب شاهد على الكلام وموجودين قالوا ليش قلت لهم كلها وقعت لنا وبصمت لنا طبوا بالقرار طبوا كلهم وقعتهم وبصمتهم وموجودة أدلة طبوا القرار طلعوا سيلوني قالوا لي ليش قلت لهم 3 أعضاء الاتحاد مصاعدين من اللي يصعد بالدوري الدرجة الأولى حلو حكيت أنا حكيتهم قناة الدجلة وحكيتها سام مقركم وحاكيها قدام الهيل رئيس النادي والهيل الإداري كل حكيتهم قلت لهم هي البطاقة راح تكون 2 واحد من أتم راح يطلع اما كرخ يطلع اما اربيل اما الصناعه وشوف الدلاله وهي واضحه واضح ترى ليش انه مو صاحب هو خطيه انسان خلوق تربوي ويعمل بس ما يخلوه يعمل جيد بنفس الصوره السيد الملا عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد مهتم بدور الشباب يتابع برايك ورا الانتخابات مباشره انا عندي صديقي طبلهم هو لجنه المسابقات قال مسوي دوره هالسنه مباشره قال مسوي لنا دوري صديقك شنو الشيء؟ يعني بلجنة المسابقات موجود يعني حد نقل لي اياها قال عبد الخالق لو ما داخلهم ما يسوون دوري يعني هو اللي فرض هو فرضهم يعني مو لجنة المسابقات لا لجنة المسابقات ما عليها هم يعملون الحقيقة انا ما اريد اخذ حقهم
يعملون باسم كاظم وكلهم كلهم اخوتنا واصدقائنا يعملون، بس شنو المشكله هنا؟ ما يقدرون يعطون قرار وحدهم، ما يواجهون القرار هم. اعطوني الصوره الاخ ما دام الكابتن عادل بعد دا يحكي على لجنه المسابقات وتفاصيل اللجنه، السيد علي جبار النائب الثاني وهو رئيس لجنه المسابقات، استمر كابتن. والله استاذ علي مشكله قائم القيام. اي تعليقك. ما يقدر. والله لا مو اقدر. اصدقاء بعد شلون تقدر هناك شلون ترتبها؟ لا والله انا ما عندي حتى الرجل كل ما اعرف امانه الله يعني. نجح بلجنه المسابقات لو ما نجح سيد علي جبار؟ والله لو يخلوه يشتغل؟ بعد منو لازم؟ لا لا الاعلام يا استاذ الاعلام كابتن عادل لا تفر لي اياها وتطيني. لا لا شنو انا رئيس لجنه مسابقات ونائب رئيس اتحاد؟ الاعلام ما يخليه لازمني. الاعلام ما يخليه يشتغل. هالصانع بالاعلام واحكي هنا يلا شو اسوي؟ غير هو كل شيء. ما يخلونه يشتغل. ما يدورون النجاح مالته. خلي نشوف كابتن بها شنو تعليقه على هاي الصوره. قرار الاول والاخير والنهائي كل لجنه المسابقات وبالاتحاد وبكل الامور اللي تجي علي جبار. يم علي جبار. كل. وهذا الصحيح والمعروف. اي لا مو اي هذا عكس كلامك 100%. لا ما هنا مو عكس كلامي. ما يمشي كتاب. إذا مو ما يتنفذ كتاب وما ينطرح كتاب لا على الحكام ولا على كرة القدم ولا كل تفصيلة خاصة بكرة القدم لا ما معقولة لا لا ما معقولة يعني كل القرارات يم علي جبار كل القرارات لا ما معقولة ما معقولة والله ما معقولة كابتن يم كابتن علي جبار ونوجه يعني كل فعليا هو رئيس الاتحاد فعليا بالعمل بالعمل بكل الأمور هو رئيس الاتحاد الأول والأخير وأنت الدلالة ما عنده منافس بالانتخابات أين المنافس؟ يعني نقدر نقول رئيس الاتحاد المقبل؟ لا لا ما يصير. ما يصير. أسألني لي. مين بالواجهة؟ بالواجهة يظل بهذا المكان على مود يظل. حلو. نأخذ الصورة الأخرى شباب. تعليق كابتن بهاء كابتن علاء كاظم ودعمه لفريق الشباب. وبس خل أذكرك لا راتب لك ولا راتب للاعبين والساحة مو زينة. تفضل. الله يكون بعونه. أها. الله يكون بعونه. ليش؟ إلا الله وحده. إلا الله. هم قد أنا هاي الوحدة ما جاي افتهم غير أكو أعضاء هيئة إدارية وياه. وحده. آه. والله. إلا الله. شنو دور الآخرين؟ شوف كابتن إحنا 56 نفر ببيت. هاي 56 هو النقدها مثل ما ناقدها سنادي بس ما حد يعرف. لا الآخرين يقولون فلش النادي. أكيد. أكو ضد أكو. بس الله يكون بعونه. عندك شغلات إحنا ما نعرفها. أكيد. لو تيجي وتشوف معاناتنا ليش ما تحكوها؟ نحكيها واقع حال واقع حال نحكيها انه واقع حال انت هسه هذا الفريق اللي بيه نجوم كلهم مستلمين دفعه كلها كامله دفعته سال من هاي الدفعه اللي اجت؟ سالوا ايش قد هل معقوله وزاره التعليم العالي ضمطت هاي؟ انت ابسط شيء هسه البنيان مو البنيان مالت الملعب ايش وقت يبنون؟ مو اكو مليارين مليار للاعمار ومليار يقول لك الوزاره مو انطت الدفعه المليارين لو شنو الموضوع كابتن انطت هو تنطي الدفعه دفعه كتابنا كتابنا يوصل يروح للمالي هذا النظام البيروقراطي اللي كالعاده اعطوني الصوره الاخيره الوقت يداهمنا شباب سيد كامل صغير تعليقك كابتن والله طيب يحتاج اذكرك وراح اقول لك شغله هاي قدام كابتن بهاء ابو سام لو عنده يخلي الشباب بالقمه بس ابو سام ما عنده راح اقول لك شغله تعرف اللاعبين الاول من راتبهم من راتبه الخاص اي من راتبه الخاص ينطلي الاول هسه خلينا نمشي الاول احنا وبعدين الشباب حلو بي سؤال اخير لكم اثنينكم صعدتوا والتقيتوا من راح يعترض على منو تعترض عليه لا لا ما اعترض يدرون بي يعرفوني شو اريد تعترض على الصناعات على الصناعات اريد تعترض على الصناعات كابتن شغله واحده يمكن الى كابتن انا عندي تزوير لاعب لاعبين تهون بس ما تعترض عليه يعني ما عنده تزوير اعتراف ما هي النهايات ما بيحترض شو عايز ما بي هاي البطوله هسه الرباعيه يعني ما بي خذ راحتك اي راح يقولوا لك واحدة اثنين ثلاث انت كابتن تنون المشكله أي. المشكله ترى انت مو باللاعب التزوير يعني المشكله بالمدرب المدرب يشيل صوره لاعب ويخلي صوره ثانيه ويلعب اللاعب مو اللاعب اللي يجي اللاعب ترى مظلوم ويدري المدرب انه هو المدرب يشيل الصوره عجيب اي خلي صوره ثانيه والعب اشيل صوره عادل اكو لاعبين من الناشئين انا طلعتهم ما يستحقوا يلعبون دور شاب 2000 2001 اروح اتفرج على اللعب وقت الفراغ مالتي اروح كابتن اروح اتفرج على مباريات الناشئين القى لاعبين نفسهم انا مطلعهم 2000 جناسي يلعبون دوري ناشئين راح تاخذ الدوري هذا ان شاء الله مصر بس شو صفنت يلا قلت لا لا مصر اه وداعتك
شكرا جزيلا لك كابتن بهاء، نورتنا اليوم. انت منور. نشكر قناه الفرات، واشكر كابتن علي، واشكر ورا الكواليس، واشكر كابتن حيدر العتابي. شكرا حبيبي، واشكر كابتن، اشكركم احنا حقيقه على نلتقي بعد الدوري. ياخذ الدوري راح يكون ضيفي والله كابتن، راح ياخذ الدوري كل والله اذا اخذها كابتن، لا اخذها كابتن افرح، افرح. هذا الشيء يمكن هو كل انسان عنده طموح انه ياخذ الدوري ويوصل، هذا الله الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لكم، شكرا موصل لكم مشاهدينا الاكارم. انتظرونا في حلقه لاحقه، ضيوف اخرين، محاور جديده. السلام عليكم ورحمه الله.